السلام عليكم. شركة ريلمي واحد من الشركات اللي قاعد تاخذ طريقة او انها شركة شاومي بالاعلان عن الاجهزة، وهذا الشيء قاعد يتمثل بالاعلان عن اصدارات متعددة من الاجهزة وباوقات متسلسلة، وهذا الشيء اللي بدأ حاليا مع سلسلة الريلمي 9. الان بدأت التسريبات عن هاي السلسلة اللي راح تضم اربع اجهزة واللي راح يتم اعلان عنها بمطلع 2022. بهذا الفيديو راح نتكلم عن الجهاز الارخص بهاي السلسلة واللي هو الريلمي 9i. اذا تحب تعرف التفاصيل خليك ويا النهاية. اهلا ومرحبا بكم، وياكم محمد. بحسب اكثر موقع متخصص بنشر التسريبات التقنيه ومن ضمنها 91 موبايلز، ذكر بانه هذا الجهاز الريلمي 9i راح يجي مع شاشه بحجم 6.5 انش، وشاشه ناره راح تكون من نوع IPS LCD وبجوده تصل الى فول اتش دي بلس، بالاضافه الى معدل تحديث 90 هرتز. يعني نتكلم عن شاشه اقتصاديه بمواصفات اعتياديه بالنسبه للفتره الحاليه. واذا تلاحظون جهاز من الواجهه الاماميه فما بشيء مختلف، تصميم مشابه للاجهزه السابقه من ريلمي، وما راح يقدم اشياء جديده من ناحيه التصميم، ولكن الشيء المختلف هو شكل الكاميرات من الخلف. هذا كان بالنسبه للواجهه الاماميه وشكل الخارجي لهذا الجهاز. نتكلم عن المعالج المستخدم من ريلمي 9i واللي هو راح يكون من كوالكوم سناب دراجون 680. هذا المعالج هو احد المعالجات اللي اعلنت عنها كوالكوم الفتره الاخيره، واللي يجي مع معماريه تصنيع 6 نانومتر، وبالاضافه الى عدم دعم لشبكات الجيل الخامس، واللي بكل تاكيد هذا شغله زينه بالنسبه لنا. وبالاضافه انه الجهاز راح يجي مع رام 4 او 6 جيجا بايت وذاكره 64 او 128 جيجا بايت. وايضا جهاز راح يجي مع الاندرويد 11. الى حد الان هو راح يكون الاندرويد 11 بالاضافه الى واجهه ريلمي UI 3.0. ونتكلم عن كاميرات هذا الجهاز، الجهاز راح يحتوي على ثلاث كاميرات خلفيه الاساسيه الى حد الان تقريبا مؤكده وبشكل شبه رسمي، راح تكون بدقه 50 ميجا بكسل. هذا الحساسه تشتهر بشكل كبير جدا وراح نشوفه بهواي اجهزه ب 2022. بصراحه الكاميرا الثانيه والثالثه فالى حد الان ارقامها مو اكيده، ولكن بكل تاكيد راح تكون واحده الترا وايد والثانية راح تكون يا اما ماكرو او للدف. وعادة هاي الكاميرات بالنسبة للميجا بكسل فما تعدل 8 او 2 ميجا بكسل. وبالنسبة للكاميرا الامامية فماكو اي ارقام اكيدة عنها. واتكلم عن بطارية هذا الجهاز، فالبطارية هنا راح تكون اكيد بحجم كبير، بحكم كونه جهاز اقتصادي فاكيد جهاز راح يحتوي على بطارية بحجم كبير. البطارية بهذا الجهاز بحسب الاخبار راح تكون بحجم 5000 ملي امب، والشاحن السريع فماكو ارقام اكيدة، ولكن بكل تأكيد ما راح يكون اقل من 25 او 30 واط. وبالاضافة انه الجهاز راح يجي مع منفذ شاحن من نوع USB-C. وايضا الجهاز راح يجي مع منفذ السماعات 3.5 ملم، وبالاضافه الى سماعه واحده مونو سبيكر. الان بالنسبه لباقي الاصدارات من هاي السلسله، فعندنا الريلمي 9 والريلمي 9 برو، وايضا الريلمي 9 برو بلس او برو ماكس. يعني السنه القادمه 2022 راح يكون عندنا اربع اصدارات من سلسله الريلمي 9. وحاليا اكو بعض الاخبار تشير لانه نسخه البرو بلس او البرو ماكس راح تجي مع معالج من سناب دراجون 870، وبالاضافه الى شاشه من نوع اوليد و 120 هرتز. يعني النسخه الاكبر من هاي السلسله ما راح يكون جهاز متوسط بحسب المواصفات، فراح يكون جهاز فلاكشيب او شبه فلاكشيب بالفترة القادمة. هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو، اذا كان عندك اي سؤال كتبه بالتعليقات وان شاء الله راح اجاوب عليك. واذا وصلت لهذه المرحلة من الفيديو فاشترك بالقناة وفعل الجرس، لان هذا الشيء مثل دعم كبير بالنسبة للقناة. انا محمد واشوفكم بالفيديو الجاي.